السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهاردة معايا جهاز براجعه من باب إن أنا يبقى عندي اختيارات كتير في الفئات السعرية في القناة، واختيارات كتير برضو في نوعيات الأجهزة اللي بتتراجع. النهاردة الجهاز ده هتدفع 1000 جنيه، هتاخد بطارية 5000، شريحتين كارت ميموري، تقدر تلعب ببجي، 16 جيجا ذاكرة بلت إن في الجهاز، بصمة، كاميرا مقبولة، فهتاخد حاجات كتير قوي بفئة سعرية قليلة. فعلشان كده قصدت ان احنا نراجع الجهاز ده في القناة. بس قبل ما نراجعه من فضلك تنزل تدوس لايك على الفيديو عشان ده بيفرق معايا في ريتش القناة، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زرار الجرس للاشتراك في القناة علشان فيه حاجات كويسة قوي ان شاء الله جاية كتير. ويلا بينا. الجهاز ده اسمه بوب 2 بلس. بوب 2 بلس هو امتداد لجهاز كان نزل من شركة تكنو قبل كده، والفئة دي بتعتمد انها تديك سعر قليل مع امكانيات لاصحاب الفئه القليله، سواء من بصمه او من بطاريه او من كاميرا مقبوله، خلطه كده بيعملوها بيكون سعرها قليل علشان الناس اللي محتاجه تليفون تاني او محتاجه التليفون لحد صغير. اول حاجه هنتكلم عنها في الجهاز وهي التصميم. التصميم طبعا بلاستيكي، وظهر الجهاز بيتشال علشان تقدر تحط الشريحتين او تحط كارت الذاكره بتاعك. تصميم بلاستيكي عادي خالص، خامات بلاستيك. شكل الجهاز من بعيد مش هتحسه طبعا غالي او قيم، ولكن هتحس ان الخامات بلاستيكيه عاديه، شكلها تقيل، ماسكه الجهاز كويسه، الجهاز وزنه مش تقيل وده حاجه كويسه. الجهاز 205 جرام مع البطاريه ال 5000 في الفئه السعريه دي، فده شيء كويس، يعني انا مش شايف ان هو وحش، والحقيقه هيبقى شغال معاك كويس ما فيهوش اي مشكله. نتكلم بقى عن شاشه الجهاز. شاشه الجهاز هنا بتيجي بحجم 6 بوصه، شاشه عاديه خالص، كثافه البكسلات فيها 179 بكسل، وابعاد الشاشه 18:9، وشاشه يعني اتش دي بلس طبعا. ولكن خليني اقول لك ان الشاشه شاشه عاديه خالص، لكن مش هتضايقك، الوانها كويسه، مش احسن حاجه ولا تحت الاحسن بشويه، ولكن في الفئه السعريه دي هي الاحسن. في هذه الفئه السعريه ال 1000 جنيه احسن شاشه ممكن تتفرج عليها على فيديوهات او تلعب بيها جيمز في الحاجات اللي نازله اصدارات جديده. وشاشه الجهاز هنا ما عليهاش غبار، ولكن في اضاءه الشمس طبعا هتضايقك شويتين، بس برضو يعني هندي العذر للجهاز في خصوص الفئه السعريه. مجمل التصميم هو تصميم عادي خالص، ما فيهوش اي حاجه اضافيه ولا فيه اي شكل جمالي، ولكن في الفئه السعريه دي اكيد مش هتدور في التصميم على شكل جمالي. نتكلم بقى عن نظام التشغيل والمكونات الداخليه للجهاز. نظام التشغيل هنا هو الهاي او اس بتاع شركه تكنو، ونظام التشغيل هو اندرويد اوريو المبني على واجهه 8.1 جو اديشن. جو اديشن اللي ما يعرفهاش هي واجهه مصغره او واجهه خفيفه من الاندرويد علشان ما تبقاش تقيله على امكانيات الجهاز. المعالج بتاع الجهاز هو ميديا تك MT6580P، والمعالج ده رباعي الأنوية كورتكس A7، وبيجي بمعالج رسوميات مالي 400MP2. أداء الجهاز هنا في الأداء العادي هتلاقيه ما فيهوش لاج، لو أنت بتتصفح الفيسبوك السوشيال ميديا مش هتلاقي لاج في الجهاز، هيدي معاك أداء كويس. في الببجي يدوب هو هيقول معاك انك تشغل ببجي لايت، يعني هتنزل ببجي لايت والجهاز هيساعدك في انك تشغلها، يدوب بس انك تكون بتلعب او تكون متواجدة على تليفونك. ولكن في الالعاب الخفيفة هيدي معاك اداء مقبول عادي خالص، وخلينا نقول كلمة مقبول دايما قارنها بالفئة السعرية اللي هي الالف جنيه. الذاكرة والرامات، الجهاز بيجي بواحد جيجا رام، وعادة كل الاجهزة في فئة الالف جنيه بتكون 1 جيجا رام. يمكن اللي هيكون الجهاز ده مميز فيه في فئته السعرية ان هو 16 جيجا، وبتقدر تضيف معاه كارت ميموري مع الشريحتين، فتقدر تضيف 16 تاني هيبقى 32، واعتقد ده هيكون اخرك انك تضيف 16 جيجا عشان ده هيكون الرقم المناسب اللي ممكن تشتغل عليه. اكتر من كده بيتهيألي هيتقل الجهاز، ولكن انا 16 جيجا ده حاجة كويسة في الفئة السعرية دي. نتكلم بقى عن الكاميرا بتاعت الجهاز. الجهاز فيه كاميرا واحدة 5 ميجا بكسل، يا دوب هتأدي الغرض، هتديك صور في إضاءة النهار كويسة، بالليل مش هتقدر تاخد منها صور قوية قوي. ولكن في هذه الفئة السعرية برضه هقول لك في أجهزة ما فيهاش كاميرات، أجهزة بزراير تقريبا، فيعني الجهاز بالنسبة لك في هذه الفئة السعرية الكاميرا بتاعته أنا شايفها مقبولة جدا في وضح النهار، لأن عادة الأجهزة في الفئة السعرية دي لا بتصور صبح ولا ليل، لكن هنا بصراحة مدياك أداء كويس في فئة الألف جنيه، واخد صور كويسة بالكاميرا الخلفية في إضاءة النهار، وصور عادية أو أقل من العادية بالليل. والفلاش هنا ثنائي، وده برضو كويس إن هو هيساعدك تصور صور كويسة بالليل يعني لو الإضاءة مش مساعداك.
الكاميرا الاماميه بتاعت الجهاز، ودي الحاجه الغريبه، جايه 8 ميجا بيكسل، وواضح ان هم بيخاطبوا فئه الشباب او الفئه بتاعت محبي التصوير السيلفي. والجهاز برضو فيه ال اي دي فلاش في الكاميرا الاماميه، وده كويس انك تقدر تاخد منه صور سيلفي كويسه. صور السيلفي بتاعته الصبح واضحه، عامل معالجه اي اي بس طبعا مش اللي هي قوي، ولكن مقبوله وشغال معاك كويس الجهاز في الصور السيلفي. بصراحه هيديك اداء كويس، لان الكاميرا هنا في السيلفي اعلى من الكاميرا الاماميه، وواضح ان هم مخصصين الجهاز علشان السيلفي. نتكلم عن وسائل الحمايه في الجهاز، وهي بصمه صباع وفيس انلوك. بصمه الصباع مقبوله وشغاله، ما بتلخبطش بصراحه، وشغاله كويس وما فيهاش اي مشكله، وهتشتغل وهتديك اداء كويس جدا في التعرف على صباعك، بس هتبقى يعني ايه بتاخر سنه، وطبيعي ده يكون مع هذه الفئه السعريه. ولكن بصمه الوش هي اللي حسيت انها ما بتستجبش قوي في الاضاءه الضلمه او الاضاءه القليله، ولكن موجودة بصمة الوش، يعني تقدر تستخدمها كأوبشن تاني، هتبقى مفيدة ليك وشغالة معاك. جهاز طبعا مدخل USB عادي، والسماعات من فوق محافظ على مدخل 3.5. طبعا كل فئة دي فيها مدخل 3.5، بس هي جملة يعني بقولها للمعلومة. نتكلم بقى عن نقطة من نقط القوة الجامدة جدا في هذا الجهاز، وهي البطارية 5000 ملي امبير. بطاريه 5000 ملي امبير مع المعالج ده هتديك 9 ساعات سكرين اون. الجهاز بصراحه انا شحنه بقالي دلوقتي داخل في ثالث يوم، ووصل معايا 30%، وبرضه بشتغل عليه، اي نعم كجهاز جانبي يعني، ولكن برضه الجهاز مدي اداء كويس وشغال كويس قوي. البطاريه مشكلتها الوحيده انك هتحتاج تشحنها بس بالليل، لانها تشحن معاك في حوالي 3 ساعات تقريبا، هتاخد معاك 3 ساعات شحن تقريبا، فدي يعني اللي ممكن تكون هتعطلك شويه. فلكن انت لو نزلت بالجهاز من الصبح، لو بتعمل ايه، الجهاز هيبقى شغال معاك، ما عندكش فيه اي مشكله، وهيكمل معاك اليوم زي الفل، ما فيهوش مشكله خالص. حتى لو بتلعب جيمز بتعمل ايه، هيكمل معاك اليوم. رايي في الجهاز هو قيمه كويسه جدا مقابل سعر. انت بتدفع 1000 جنيه بتاخد 16 جيجا، بتاخد مكان لكارت ميموري، بتاخد شريحتين، بتاخد كاميرا سيلفي 8 ميجا كويسه، بتاخد سوشيال ميديا، بتاخد حاجات كتير جدا، وبتاخد بصمه صباع، بتاخد حاجات كتير قوي في مقابل 1000 جنيه، في حين ان في اجهزه بزراير ثمنها بيقارب ال 1000 جنيه، وفي اجهزه تقريبا يعني مش برضو شركات معروفه، هي تكنو شركه من الشركات المحترمه، وتكنو في افريقيا او في دول افريقيا من الشركات اللي ممكن تكون في الصداره قبل شركات مالتي ناشونال كمان، فعلشان كده هي شركه برضو ليها وكيل وليها ضمان وشركه معروفه، فتقدر تدفع الفلوس دي وانت مرتاح. سعر الجهاز الرسمي 1090 جنيه، تقدر تجيب الجهاز حدود 1000 جنيه 1010، وانا شايف ان فئه ال 1000 جنيه لو هتستخدم الجهاز ده جهاز تاني هيكون كويس قوي وهيكون مناسب ليك جدا. بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم، وارجوك تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبولي في الكومنتات هنا او في الفيسبوك او الانستجرام، اللي هحسب لك اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف، واشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله. وكان معاكم محمد النواوي.